هنبتدي معاك جولتنا مع الصحافة العالمية، ونبتدي بنيويورك، عفوا بالواشنطن تايمز. تايمز: التفجيرات الإرهابية تهدد الحلم المصري بإرساء دولة الدستور والمواطنة. يبدو أنه عناوين الصحف العالمية لا تختلف كثيرا عن المحلية. هو بالفعل يعني احنا لو رصدنا اللي بيحصل من امبارح للنهاردة هتلاقي أنه في تركيز كبير على ما يحدث في جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ترقب كبير في الصحافة العالمية للتحدي الجماعة لقرار قائمة دخولها قائمة الإرهاب في مصر واعتبارها جماعة إرهابية. يمكن الذي يخفف من حدة المقالات ومن التدفق التقارير الإخبارية والمقالات التحليلية هو أجازات الكريسماس في العالم الغربي. أغلب الدول الغربية فيها أجازات والكتاب الكبار ليسوا متواجدين اليوم على مدى أسبوع أو أكثر. بالتالي احنا يعني نترقب بعد اول يناير هتشوفي في يعني تدفق اكبر لتحليل ما يجري في مصر بشكل خاصة بعد هذه الخطوة التي تعتبر زلزال كبير في الشرق الاوسط، ان تدرك مصر هذه الجماعة المرة الاولى كجماعة ارهابية. من الواضح انه حتى التغطيات الوكالات لما حدث في جامعة الازهر بالامس ومقتل أحد الطلاب هو واضح من الصيغ الموجودة في وكالات الأنباء أن هذا بالفعل ما تريده الجماعة من تصديره للعالم الخارجي، أنه سقوط ضحايا يعزز فكرتها عن ما يسميه كثير من الكتاب في الغرب أنه إعادة لإنتاج الدولة الأمنية في مصر والمقدمات لنظام شمولي جديد. هذه تعتبر زي أكلاشيهات يتم استخدامها في كثير من المقالات والتحليلات والتقارير. ويجب أن ننتبه إلى حقيقة أنه دائما الحدث الذي يسقط فيه ضحايا هو محل اهتمام في الخارج. تمام. كيف نمنع ذلك؟ هذا هو ما يمكن أن نجيب عنه فيما بعد. نعم.